دي ما فيها ما يعني ما تشتريش اي حاجه. تمام. طيب انا بعطي لك الان كم كانت عندنا؟ كانت ستة. إذا على ستة ناقص اثنين طلع عندنا هنا المسألة السابقة، للمسألة السابقة الانحراف المعياري بيساوي 3.306 من 1000. تمام. ايش يعني بهذا انه الانحراف المعياري بيساوي؟ تمام. لانه بالمليون قال لك القيم هناك بالايش كانت الواي قيمته بالايش بالجدول كان معطي الواي انه بالمليون. تمام. اذا هذا القيمه بنضربها في كمان ايش؟ في مليون. تمام. اذا بنزيح الفاصله كم رقم؟ 6 ارقام صح ولا لا؟ اذا بيكون عندي 3,306,000. تمام. هذا الستاندرد ديفيشن اوف ذا استيميت از 3,306,000 في المبيعات. تمام. 306,000 دولار. اذا بنشوف الان نجي نعمل الابر ليميت واللور ليميت هنا، الحد الاعلى والحد الادنى. نجي نشوف هنا هذه الواي اللي هي القيمه اللي احنا نتنبا فيها. تمام ولا لا؟ الواي هذه القيمه اللي نتنبا فيها، والتي هذا الزمن، والاس اللي قد حسبناه سابقا والستاندرد ديفيشن هذه القيمه. اذا تعال نشوف هنا. تمام. نشوف هنا للمثال هذا مثلا اسمه the confidence interval for annual sales of next year. Remember. تمام. يعني ايش تقدر هنا يعني يسموها ال confidence interval هنا اللي هو فترة الموثوقية، فترة الموثوقية for annual sales للمبيعات السنوية للسنة العام القادم. تمام. Remember the payroll next year is estimated to be 6 billion. يعني انه قدرت المبيعات تمام للعام القادم انها على اساس انها بتساوي 6 مليار. So that the probability that the actual sales exceeding these limits will be approximately equal to 0.05. تمام. هذا الكلام من فين جبناه؟ انه 5%. تمام. هذا من جداول التوزيع الطبيعي. من جداول التوزيع الطبيعي وتشوفها لاحقا. تمام. اذا نشوف المبيعات ستكون هذه من الصيغة اللي هو الاي حسبت سابقا اللي هو 1.75 زائدا 0.25 هذه اللي هي البي. تمام. مضروب في الاي في الاس عفوا السعر البيرول اللي هو كان 6 مليون. تمام. اذا بيطلع لي عندي القيمة هنا 3,250,000. تمام. طيب اذا نشوف على اساس نحدد الفترة الدنيا والفترة العليا فترة الدنيا والفترة العليا. تمام. كمبيوتر ستاندرد ايرور اوف ذا فوركاست يعني الستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري نحن من الصيغه الاسري الصيغه الاحصائيه ثم ديترمن ذا ابروبريت فاليو فور تي. تمام. تي نحدد القيمه المناسبه للتي. الان يساوي 6 الان من معطيات المساله بيساوي 6 so the degrees of freedom يساوي يعني المقام هنا بيكون عندك الـ ناقص الاثنين اللي هو بيساوي كم؟ بيساوي 4. الليفل اوف سيجنفيكانس بيساوي 0.5%. الليفل اوف سيجنفيكانس هذا 5%. تمام. هذا بيكون معطيك بمسألة انه بدرجة موثوقية. تمام. 5%. ايش يعني درجة موثوقية 5%؟ يعني هذا بيسموه كده الليفل اوف سيجنفيكانس كده بيسموه يسمى احصائيا يعني انه المعلومة التي ستحصل عليها هي بدقة 95%. يعني هذا يسمى كده الموثوقية يسموه مستوى الليفل اوف دقة ناقص هامش خطأ. ايوه هامش الخطأ هذا اللي هو 5% هذه. تمام. إذا موثوق الثقة النتيجة طلعت عندك قيمة إذا بنسبة كم هذه تكون صحيحة؟ لأنه احنا في هنا تنبه ما فيش حاجه عندك تكون 100% لانه بيحصل كده. تمام. انت لما لا تستطيع انك تتنبا بالمستقبل بدقه متناهيه. اذا في عندك انت هامش خطا مقداره 5% هذا يمثل اللي هو هامش الخطا ودرجه الدقه عندك اللي بيساوي كم؟ 95%. المبيعات كانت اللي هو نطبق تمام طلع عندي اللي قلنا 3 مليون وربع. تمام. ها؟ ايوه. إذا هنا من التي ديستريبيوشن تيبل في عندك مسألة بنرفق من التيبل التي هنا أيوه التي ديستريبيوشن. تمام.
في كيف تقول له هو نفس التوزيع الطبيعي لازم تشوف نفس التوزيع الطبيعي هذا بتشوفه بالتين هالفرق انت تشوف التين دائما تشوف قيمة التين عندك كم قيمة الألف هذا اللي هو 5% نقسم على اثنين شغل تطلع عندك لأنه منحنى نفسه متماهل صح ولا لا؟ تقسم على اثنين إذا بيكون عندي ل 0.25 من 1000 تشوف قيمة للجداول تاخذ القيمة هنا انه بيطلع عندك 2.78 تمام طيب اذا الخطوة الثالثة الكمبيوت ابر اند لور ليمتس الابر ليمت قلنا انه بيساوي الواي القيمة المتنبأ بها الواي صح ولا لا زائدا التي مضروب في الستاندرد ديفيشن تمام ولا لا إذا يكون عندي هذه الواي القيمة المتنبأ بها الواي شوف القيمة المتنبأ بها 3.25 مليون تمام ولا لا زائد التي اللي هي حسبناها في الصفحة اللي قبل اللي بيساوي 2.78 تمام زائد الستاندرد ديفيشن هذا اللي 306,000 تمام طلع عندي كم هو بيساوي الناتج 4,100,608 واللور ليمت بيكون نفسه مع اختلاف فقط الإشارة هذه بدل الزائد بيكون يشوف سعره بيطلع على 2,399,320 إذا هنا نحن we are 95% confident that your sales for the next year will be between هذه القيمة وهذه القيمة إحنا الآن عندنا الثقة بمقدار 95% إنه المبيعات أو في العام القادم ستتراوح ما بين هذه القيمة وهذه القيمة تمام بيبقى لنا في عندي معامل الارتباط حتى من كطريقة أخرى في الحقيقة شو يعني أنا شيء يعني نرجع للموضوع المحاكاة يظل هو الطريقة الأفضل إحنا بنمر على هذا حتى الكورليشن هذه المعامل الكورليشن كورليشن اللي هو معامل الارتباط وهذه أيضا عملية إحصائية من مقاييس التشتت ايضا في الاحصاء سمعت يعني الانهدام الخطي يقول لك هذا معامل الارتباط هذه كل حاجات احصائيه مش يعني افترض احصاء تكون من هواي المواد اللي تدرسوها تمام مش بعدين انت الان المفروض انك تقول لك الان تستخدم تمام لكن فقلت لك المعامل انا حقيقه واللي انصح فيه كمان انه لهذه تستخدم المحاكاه سيموليشن هي الاداه الافضل هذه الاداه تعتمد على اراءك يعني ممكن الواحد يقدح فيها تمام يعني انت ليش ما تستخدمش المحاكاه مفوقيه عاليه تتطلب منك فقط تجميع بيانات يعني كلما جمعت بيانات كثيره كلما كانت النتيجة ليش؟ لأنه أنت إيش في البيع لو تتذكروا بعطيك مثال بعدين تمام على الهرب لأنه أهم نقطة الآن في الأشياء المسبقة في اللهم صل على محمد في التنبؤات المسببة أو حتى غير المسببة أيضا هي المحاكاة أنا أو غيري الآن في كثير من العلوم لما تشتري أنت تتنبأ بأي قيمة أي كلام صغيرية صعب إنك تقنعنا لأن أي نموذج بقي أقول لك دحين إحنا كم نماذج اللي تعرفنا عليهم تعرفنا على 4 نماذج نوعية صح ولا لا أو كيفية ثم النماذج الكمية أخذنا التايم سيريز وعندك كم يا طرق 5-6-7 طرق مرينا عليهم في عندك هنا الآن بالنماذج المسببة على الأقل طريقتين يعني طريقة اللينير ريجريشن وعندك هذا الكورليشن كوفيشن صح ولا لا؟ إذا هنا الآن أنت قد تعرفت كذا خلال على 10-12 طريقة قل لي أنا بسألك لما تجي أنت استخدمت لبناء نموذج معين استخدمت هذا النموذج أنت لما تجي تناقش حتى بكره بسالفة الماجستير هذا أنك تنبأت أنت بقيم مستقبلية بناء على نموذج واحد من هذه النماذج اللي مرت عليك بس على سؤال لماذا استخدمت هذا النموذج تحديدا وش تحاول انك تبرر وانا بس بكل سهوله استطيع ان اوجد لك شوف ما ناقض تبريرك صح ولا لا ولكن هذا قد لا يكون الامثل
لكن لما تستخدم لي المحاكاة تقفلنا تماما ولا عقد لك معطى البعض تماما كده بتبني بناء يعني انت اشتر عمل دراسة سوقية لأي مشكلة لأي ظاهرة كانت تمام لأعطال آلات ولا كذا تتربى عندنا المستقبل مش تقول لي أنا استخدمت النموذج الفلاني مثلا اللي في التنبؤ السؤال لما شو اسألك أنا كده لو أنا موجود في المناقشة لماذا استخدمت هذا النموذج تحديدا؟ ما هي المبررات؟ وليش ما استخدمش النموذج هذا؟ ولا هذا؟ ولا هذا؟ ممكن كلهم يفهموا غلط ويعطوا لك نتائج مختلفة وشو بالتالي ستطلع النتائج مالك؟ ما نتائج الشغل حق الدراسة حقك مختلفة قد أوري لك مثلا النموذج إذا يطلع لك إنه التنبؤات ما كانتش مضبوطة بالمرة وبالتالي إذا الدراسة حقك ما يعني أنت دراسة جرين يعني تنفخ في قربة مثوبة لكن لما تستخدم المحاكاة ما أقدر أقول إيش ما أقدر أقول أي حاجة أنت خلاص بناء على بس يشترط بالمحاكاة إيشو فقط إنه يكون في عندك بيانات ولما توفرت عليك البيانات لفترة طويلة كلما أخذت ذلك لأنه إيشو طب إيش تقول لي واحد يقول لي المهمة يعني المحاكاة تقدر ما يعني ما سيكون بناء على ما كان صح ولا لا؟ ما هي كل ما ذي التنبؤ كده هي كل ما ذي التنبؤ تفترض ليش؟ مش كل ما تفترض الاستابيليتي من السيستم ولا لا؟ الاستقرارية في النظام وإنه ما كان سيتكرر في المستقبل كل هنا تمام؟ طيب إذا في عدة أن هذه أيضا عملية إحصائية بحتة كورليشن كوفيشنت وهذا يعتبر من الإحصاء اللي هو الآر هذا اللي هو معامل الارتباط يعني الارتباط ما بين البيانات بيكون في عندك أنت سبب وفي نتيجة إذا ما فيش ارتباط بينهم الارتباط قد مش ضرورة على فكرة يكون خطي لكن غالبا ما إحنا نقرب العملية الارتباط هذه إنه بيشوفوا معادلة خطية لكن ليس بالضرورة هناك علاقة هذه الارتباط يعني هذا اللي نسميه هنا معامل الارتباط ما بين السبب والنتيجة فمن هذه الصيغة نستطيع نحسب الآر تمام الآر هذه قيمة يا شباب يتراوح ما بين معامل الارتباط عموما أي معامل ارتباط عندما تشوف الإحصاء يتراوح قيمة ما بين السالب واحد والواحد إيش يعني إذا كان هذا بيساوي الواحد فشوف يعني لي كده إنه الخط اللي أنت يعني يربط فيه بين النقاط هذه خط مضبوط كده ويقدر يعني ينطبق على النقاط كلهم تماماً تمام قيمة موجبة تمام قيمة موجبة لكنها أقل من الواحد يعني إن النقاط شوف هنا متشتتة حول هذا الخط إنه في يعني في تزايد الترند جاي يعني الاتجاه جاي أعلى يعني الترند موجبة ترى يعني ما يوجب هنا لكن النقاط لا تقع عليه تمام طيب اذا كان الترند الار يساوي الصفر فمعناته انه هنا الترند يساوي زيرو تمام لا والنقاط متشتته حوله اذا كان سالب واحد تماما اذا الترند جاي يساوي كذا والنقاط وقع عليه تماما هذا ما يعني يجب القيم قيم الار لما تطلع عندك فمثلا الـ coefficient of determination R في عندي كمان في معامل آخر اللي هو معامل التحديد coefficient of determination اللي هو ببساطة اللي هو مربع معامل الارتباط R تربيع measure the percent of change in Y predicted by the change in X كله بيقيس ليش؟ بيقيس النسبة نسبة التغير في Y في اللي هي القيمة المتربة بها بالنسبة لتغير ليش؟ تغير الـ X الفاليوز رينج ايضا للار تمام للار قلنا القيم ما بين السالب واحد والواحد وبالتالي الار تربيع تتغير ما بين كم وكم؟ الصفر والواحد الصفر والواحد ما بين الصفر والواحد هذا قيم الار سكوير ايزي تو انتربريت تمام يعني من مميزاته يعني انه ايش هو انه سهل للتفسير فمثلا الشركه السابقه في المثال السابق لو حسبنا حق المبيعات هذه تمام اللي كان المبيعات بالمليون تمام لهذه الشركه لو حسبنا الار ستجد انه يساوي 9.81 والار سكوير ربع القيمه هذه بتضاعف تقريبا 81% تمام في عندنا اخر نقطه هنا في يعني فيما يخص هذا التحديد في
يعني المالتيبل ريجريشن اناليسيس حقيقه هنا يدويا بتكون عندنا صعبه انه يستخدم في الحاسوب الا لما يكون عندي شو لما يكون عندي يعني اكثر من متغير. احنا لاحظ يعني هذه تبحث ما بين السبب اللي هو الاكس وليش المتغير المتنبا يعني هو الاثر الواي. طيب احنا في ماشي مثال شركه المرطبات ذكرنا فقط درجه الحراره او الطقس تمام هذا الاكس واحد ده. طيب لو ذكرنا كمان معامل اخر تمام السعر تمام كمان ناخذ كمان شو ممكن نضيف كمان نقول شو السالري تمام الرواتب تمام ناخذ كمان شو نقول المنطقه هل هي سياحيه ولا غير سياحيه ساحليه ولا غير ساحليه. اذا هذه كلها ممكن تدخل يا شيء كمتغيرات اضافيه كلما زادت المتغيرات اذا بتكون هنا عندي لا ليست متغير واحد الداله في متغير واحد بتكون علاقه خطيه لكن الداله اللي تكون في متغيرين ليست علاقه خطيه ليست علاقه خطيه هنا بيكون عندك خط حتى مش خط مستوي يعني مش في مستوى واحد خط فراغي بيكون وبالتالي بيكون عمليه صعبه والكمبيوتيشنال ذيس از كوايت كومبلكس اند جنرالي دان اون ذا كمبيوتر يعني عمليه تكون صعبه كثير كمان وتعمل باستخدام الحاسب. فهنا على سبيل المثال انا اعطيت قيمه الايش الثوابت هذه ونشتري نحسب الار هنا اللي هو بيساوي 0.96 تمام. اذا نشوف المبيعات هنا تمام عوضنا تعويض مباشره اعطيت لك ايضا يعني بالسفر كانت السته وهذه بتساوي يعني 12% وهذا يساوي 3 مما يعني انه المبيعات بتساوي 3 مليون تمام يعني هذه قلت لك من باب ايش؟ انك تعرف في حاجه زي كذا تعرف حاجه زي كذا لكن سردها حسابيا بتكون العمليه طويله تمام. هذا قد تكلمنا عليه تمام الاذر ليمت واللور ليمت. الشيء اللي نتكلم على تراكنج سيجنال خلينا نتكلم على هذا كمان شويه وننتقل بعدين لطريقه المحاكاه. المحاكاة موجودة معكم على أساس في المحاضرة حقيقة المحاكاة موجودة معكم ولا أعطيها لكم؟ ليش؟ بنقول ايش اللي صار؟ رقم 12 في هذه في حق المحاكاة موجودة عندي تمام موجودة عندي تمام